الأصمع يقول صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، وأنا أقول صوت المواطن عاليا قد هيج أفكاريا، الحرب والفقر معا مع سطوة الأنذاليا، وأنت يا دولارهم ما زلت في العلاليا، الزيت والسمنة معا أسعارهن قاليا، فكم وكم بطني اشتهت تذوق المقاليا، قطفتها من شهوتي لأطعم أطفاليا، وطفلي يطلب كنزة بديلة للبالية، فقلت لا لا يا ولد انظر إلى سرواليا، شقت حجول رجله فوق الركاب صاليا، بكى عبودي صارخا وأنووي أنوائيا، أسكته لكن عبت وصاح صوتا عاليا، فلملم الحارة ولم يبقى من الأهاليا إلا أتى مهرولا وعميا وخاليا، فقلت هيا نقتضي في مسمع الرجاليا، خلقت كمواطن بهذا لا ذنباليا، في بلد قد قسمت معارضا مواليا، إن صرت للأول حلف أرداني شر الثانية، أو قلت للثاني نعم ستقطع لسانيا، قد كنت قبل ما حصل أعيش في دلاليا، بطاقة توميننا تكفيني لي عياليا، لا زيت لا سكر ولا رز ولا بزاليا، حتى رقيف خبزنا في مبتقاه ماليا، والآن لا يكفي لنا نلملم التواليا، نسيت شكل المدفأة والعكس والبواريا، فماذا تعني لحمة وهل للطبخ آنيا، فماذا تعني لحمة وهل للطبخ آنيا، ولولا كيس البالة أجساد ولدي عاريا، والكهرباء ما بقي منها عمودا ساريا، أسلاكها قد قطعت بيعت إلى التجارية، بوش أتى بفكرتي وطامعا في حصتي، بداها من حيث التي كانت هي عراقيا، وأكملت رمب العمل في سوريا حيث اكتمل، نالت جمل فيما حمل بقيت أنعي حاليا، وبايدن جاء منشقل في نقل بترول الحقل، وحظي سار كالبقل على طريق الهاوية، كنت أعيش أدبي في ساحة من طربي، جاء الربيع العربي وحطم أمثاليا، جاء الربيع العربي وحطم أمثاليا.